بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيفكن أحبائي المتابعين؟ كيف صحتكم؟ كيف أموركم؟ كيف الحجر معكم؟ بعرف زهقانين، مالين من المطبخ للصالون ومن الصالون للمطبخ، وخناقات ورومانسيات، بس بحب أقولكم أزمة وبتعدي، بنحمد الله على كل حال. أكيد بدي أخبركم إني بحبكم من كل قلبي، بأفكاركم، بحركاتكم، بنهفاتكم، تعليقاتكم، باكج كله على بعضه، ولا أروع ولا أجمل. يلا فينا على الموضوع فورا. وتعليقات كتيرة طلبت مني أشرح ضبط الدرك اللبناني يوم الجريمة. خلونا على بركة الله نبدأ ونفهم شو في داخل هالضبط هاد. كتير من المتابعين واليوتيوبرز سألوا ليش تم تسريب هالضبط هاد وما تم تسريب تقرير الطب الشرعي الثاني، والجواب أن هذا الضبط في نسخة منه بفصيلة زق مصبح، ونسخة بمفرزة أمن جوني، ونسخة بمكتب المحامي العام ميشيل فرزلي، ونسخة بمكتب النائب العام غادة عون، ونسخة بمكتب الحوادث. بينما تقرير الطب الشرعي الثاني يوجد نسخة واحدة فقط في دائرة قضاء بعبدة بمكتب القاضي نيولا منصور فقط. وكلنا بنعرف شو مصير يلي بسرب معلومات من مكتب القاضي نيولا منصور يلي ما زال قائم على عمله. طيب بنرجع للتقرير وبخلونا مع بعض نفك هالشفرة هاي. وانا باعتباري خبير بيتزا بحب هالطلاسم هاي، وبحب شوف ابداعات وعناصر مفرزة جوني فصيلة ذوق مصبح. يلا فينا نشوف هالتقرير. في الساعة الثانية، من كاتبين صباحا مساء ما في مشكلة، 5/1/2020 من فصيلة ذوق مصبح، مرتدين الملابس الرسمية، نثبت أنه أثناء تواجدنا في مركز الفصيلة وردنا اتصال من غرفة عمليات جبل لبنان الشمالي، مفاده حصول إطلاق نار داخل فيلا الفنانة نانسي عجرم، وذلك في محل تسهيلة شارع 43. على الفور أعلمنا آمر الفصيلة الرائد نبيل فاضل بالموضوع، وانتقلنا إلى المحل المذكورة حيث شاهدنا المدعي فادي مخايل الهاشم وهو زوج الفنانة، وقد صرح لنا أن شخص متلسم دخل إلى الفيلا وبيده مسدس لونه جردوني، حيث شهر المسدس بوجهه وطلب منه إعطائه مجوهرات ومال. وعندما بدأ بتهديده بالمسدس فاستغفله واستحصل على مسدسه الحربي وأطلق عليه عدة طلقات نارية داخل المنزل وأرداه قتيلا داخل غرفة الجلوس. فعندها باشرنا بإجراء كشفنا على المحل على الشكل التالي: محلة نيوس هيلي شارع 43 فيلا نانسي عجرم، تقع على الجهة اليسرى من الطريق، والفيلا مؤلفة 3 طوابق يتوسطها درج يصل الطوابق ببعضها البعض. وهي الصفحة الثانية من الضبط، رح نرجع لها لاحقا، لكن الآن رح نرجع للصفحة الأولى. وبتمنى من الأخوة المتابعين إذا فاتني أي معلومة يعلقولي بالتعليقات حتى نرجع نتنبه لها. مثل ما أنا شايفين المشرف على المحضر هاد فصيلة ذوق مصبح اللي هي تابعة لمفرزة جوني. مشان أعطيكم فكرة عن فصيلة ذوق مصبح بقيادة الرائد نبيل غانم، بحب أقولكم من قيمة 8 شهور تقريبا هرب 9 مساجين موقوفين داخل هالسرية هاي. قال شو كان معهم منشار، قطعوا القفل وهربوا، لكن فورا اتدخلت وقتها شعبة المعلومات بقيادة العميد البطل خالد حمود، وقدروا يعتقلوا 4 ويرجعوهم على زنزاناتهم، والباقيين لسه هربانين. ومن هون بتعرفوا حجم المهنية اللي بتتبع هالسرية هاي وقديش هنن مخضرمين. خلونا نتابع فصيلة ذوق مصبح ومرتدين اللباس الرسمي. انا هالجملة هاي ما فهمت شو يعني مرتدين اللباس الرسمي، يعني في بالعادة بتلبسوا مايوهات عبايات جلابيات، شو القصة؟ وردنا اتصال من غرفة عمليات جبل لبنان الشمالي، مفاده حصول اطلاق نار داخل فيلا الفنانة نانسي. هالشي هذا طبعا الساعة الثانية، وذلك في محلة سهيلة شارع 43. هون في نقطة، محلة سهيلة منطقة سهيلة شي ونيو سهيلة شي تاني، يعني انتو المفروض رحتوا على سهيلة، طب شو جابكم عن نيو سهيلة؟ المهم، وانتقلنا الى المحل المذكورة حيث شاهدنا المدعو فادي مخايل الهاشم وهو زوج الفنانة، حيث صرح، نجي على تصريحات فادي، أن شخص متلسم دخل إلى الفيلا وبيده مسدس لونه جردوني، حيث شهر المسدس بوجهه وطلب منه إعطائه مجوهرات ومال. وعندما بدأ بتهديده بالمسدس
فاستغفله واستحصل على مسدسه الحربي وقتله بعدة طلقات نارية أرداء قتيلا. أهم شيء في هالتقرير هذا داخل غرفة الجلوس. طيب تعالوا لعندي شوي سرية زق مصبح. أنتوا كتبتوا هالتقرير هذا الساعة 2:00 صباحا تاريخ 5/1/2020، وهون بالفيديو الساعة 2:06 بنفس التاريخ هذا لسه كان ما حصل اطلاق النار. انشعل الضوء بالتنتين وست دقايق واربع ثواني، اطلق فادي النار الساعة 2:06:11. سؤالنا هون كيف كتبتوا التقرير الساعة 2 صباحا والجريمة تمت الساعة 2:06:11؟ اكيد انتو عندكم مهارات واستبقتوا الحدث وجيتوا قبل وقوعه. وحقيقة انه نلاقوا جثة المغدور مقتول في غرفة الجلوس باخر هالفيديو هاد، رح بين لكم ادلة وحقائق تنسف كل هالفبركات هاي، ان كان هالتقرير هذا وان كان الفيديو هاد. تابعوا معي. هلا بننتقل على الصفحة الثانية اعزائي المتابعين، ومثل ما انا شايفين هون في نقص، في سطر ناقص هون تم حذفه. حتى نعرف عدد الأسطر المحذوفة رح ندخل الفيديو على برنامج ونجلس الصورة شوي نعدلها بحيث تبقى متوازية وناخد فكرة عن المسافة نعرف كم سطر تم حذفهم. رح نقص سطر من هالسطور المكتوبة ونقارن حجم المسافة اللي تم شطبها بهالنص. مثل ما انا شايفين المسافة سطر، في سطر محذوف في هالنص هذا، محذوف بطريقة همجية، وانا برأيي هاي اهم نقطة في التقرير كله. مثل ما لكم شايفين في سطر ناقص. وحتى ما حدا يوجه الاتهام لزميلي اللي نشر هالضبط هذا، بحب أكد لكم اني هالمسح والحذف تم بالنسخة الأصلية في الضبط، من أول نسخة طلعت في هالضبط هاد تم مسح هالسطر هذا، وهذا سطر مهم جدا في سر كبير. أعزائي المتابعين بعتذر منكم، الفيديو لسه طويل وفي معلومات وأدلة دامغة جدا، لكن اليوتيوب حذف مقاطع كتيرة واعترض على صور كتيرة، وأنا مضطر أعيد مونتاج المتبقي من هالفيديو هاد. ادعونا بالتوفيق، ديروا بالكم على حالكم، إلى اللقاء. على النبي.